اخصائي المونتاج في التلفزيون، ونرحب في اول مساك الله بالخير ابو سعود. كيف الحال ابو سعود؟ دائما نسمع ونشوف عبر الشاشه كلمه مونتاج عبد العزيز العقيل، مونتاج علي العجيان، مونتاج فلان وفلان. ما المقصود بكلمه مونتاج؟ عمليه المونتاج هو عمليه تنقيه البرنامج او المسلسل او الماده، تنقيتها على حسب طلب المخرج. يجي الاخ المخرج يقول والله انا ابغى مثلا اشيل الصوره هذه، الصوت متبقي، او اشيل الصوت والصوره باقيه، او اشيل صوت وصوره سوا، او اشيل مشهد مشهد، او مثلا بعد انتهاء البرنامج يقول والله ابغى اضيف اغنيه، او ابغى احذف اغنيه. اي نعم، على او يعني اي مشهد يبغى يحذف المخرج حسب طلب المخرج. اذا اضافه لقطات، حذف لقطات، اضافه صوت، تركيب صوت على الصوره. اي نعم. ابو سعود، ايش الاجهزه اللي تستخدمونها في عمليه المونتاج؟ الاجهزه اللي نستخدمها في عمليه المونتاج عندنا الاثنين انش. هذا 2 انش. هذه اكبر حاجه. 2 بوصه. اي 2 بوصه. وهذا 1 انش. هذه 1 انش. ايوه. عندنا اللي هو البيتاكام، وعندنا اليومتر. اي. وعندنا طبعا بال وسيكام ونسيج جميع الانظمه المتوفره. معناته ابو سعود تشتغل على 4 انواع من الاجهزه. 2 بوصه او 5 انواع. اي نعم، اللي بتكاب والاوتوماتيك وال2 انش وال1 انش والسوبر مات. اي نعم. عندما تريد ان تمنتج احد البرامج زي مجله التلفزيون مع الاخ محمد، ايش تحضر على اساس تبدا عمليه المونتاج؟ ايش اللي تجهزوه على اساس تصير عمليه المونتاج؟ على اساس تتم عمليه المونتاج، بعد ما يسجل الاخ المخرج تقديم المذيع من الاستوديو، وهو مثلا وبعدين اذا كان عنده اغنيه تكون مصور لقطاتها برا. اي نعم، يعني خارج التلفزيون. يجي بعدين تتم عمليه المونتاج وتحضير الفقرات. تحضير الفقرات كلها. تحضير الفقرات. ممكن على مجال التلفزيون اللي هي برنامج مدته ساعه، ممكن يعني كم شريط؟ تاخذ فقراتها من 20 30 شريط ممكن. اي نعم. طيب المده يا ابو سعود عشان تمنتج ماده، خلينا نقول ماده مدتها دقيقتين، اغنيه 3 دقائق، ايش اللي ياخذ او يستغرق الجهد منكم في عمليه مونتاج اغنيه لمده 3 دقائق مثلا؟ عمليه مونتاج اغنيه لمده، هذا اعتبر انا والاخ محمد شداوي منتجنا اغنيه مدتها 6 دقائق، جلسنا فيها يومين. ايوه، جلسنا فيها يومين. ليه قعدتوا يومين؟ قعدنا يومين لان التحضير وتصوير لقطاتها من برا. اي نعم. وعلى حسب على اساس انك تمنتج، على حسب على حسب الموسيقى، يعني كل لزمه تحط لها لقطه معينه، هذه تاخذ منك عمليه وقت. اي نعم. تحضير لقطات. اي نعم. يكون مصور برا مصور له حوالي مثلا 5 6 7 10 لقطات مشاهد. اي نعم. كل ما يحط عليها اللقطه المناسبه له. اي نعم. فهذه تاخذ عمليه وقت وعمليه ندم ولا شيء بعد تصويرها. طيب برنامجنا مجله التلفزيون كم ياخذ وقت لمونتاج وعمله؟ مجله التلفزيون اكثر مره منتجتنا والاخ محمد فقرتين جلسنا فيها 8 ساعات. البرنامج ككل، البرنامج ككل كم يستغرق وقته؟ ياخذ يوم كامل مونتاج عشان يظهر للساده المشاهدين، عشان الصوره المحبوبه. اي نعم. ابو سعود، ايش الفنيات اللي تستغرق تاخذها في او تقدر تستخدمها في اجهزه الفيديو للمونتاج؟ ايش الفنيات؟ الفنيات ممكن الاخ المخرج يجي ياخذ مثلا لقطات عن طريق الاستوديو، عن طريق الفكره. اي، ياخذ لقطات يستعمل مثلا يسجل لقطه عن الفيديو ويستعملها كادابات، يعرضها عن طريق الاستوديو ويدخل عليها لقطه ثانيه. عن عن طريق ديزولف، عن طريق يعني يسوي ياخذ على حسب الحركه اللي هو يبغاها. اي نعم. الحركه اللي هو يظهر فيها. اي نعم. طيب الماده الحين اللي انت قاعد تراقبها او تعمل لها او تبدو تشوف مشاهد فيها، وش الماده هذه؟ هذا فيلم اعلامي. اي. نسوي له مشاهده. اي. بعدين اختار اللقطات اللي احنا نبغاها.